عوالم الظلام، العالم السفلي أو عالم الجن. سر من أسرار هذا الكون حاول كل بني البشر منذ سالف الأزمنة الغابرة فك شفرته، ولكن هل وصلنا لأي حقيقة؟ ما الذي نعلمه حقا؟ أو بالأحرى ما الذي نجهله؟ أين هو هذا العالم؟ من هم سكانه؟ الليلة نسرد كل التفاصيل ونبحث عن الحقائق في أكبر أسرار الكون منذ بدء التكوين، لأن ما عرفناه قطرة وما نجهله محيط. حقيقة عالم الجن. أصدقائي المتابعين، مجدداً الليلة لمن يجرؤ ولمن لديه الفضول الحقيقي للبحث في عالم كلنا نعلم بوجوده ولكننا لا نعلم عنه شيء. الليلة حلقة الكثير منكم ينتظرها، سنذهب بها إلى عالم آخر أو مملكة أخرى وأقوام آخرين، حلقة نناقش فيها واحداً من أكثر المواضيع جدلاً وإثارة وغموضاً ورعباً على حد سواء. عالم خفي وسكانه متنوعين، بل جغرافيته أبعد من الحدود التي قد يتصورها العقل. لذلك خذوا نفساً عميقاً أصدقائي وحافظوا على كامل تركيزكم، فالليلة نغوص في بحر الغموض لنبحث عن عالم الجن وحقيقته الغامضة. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، إذا أعجبكم ما نقدمه لا تنسوا أن تضغطوا لايك على هذا الفيديو لتدعموا أعمالنا ونستمر معكم، ولمن لم ينضم لعائلتنا بعد اشتركوا في قناة الرسمية وفعلوا جرس التنبيه وانتظروا كل جديد مثير. روابط حسابات الشخصية على انستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق تجدونها أيضا في شرح هذا الفيديو. الجن، تلك المخلوقات التي شغلت وما زالت تشغل بال وتفكير الكثير من البشر، وعلى اختلاف حضاراتهم وانتماءاتهم وحتى معتقداتهم وأفكارهم، مخلوقات ألهبت مخيلة الكتاب وصناع الأفلام على مدى العصور، وأصبحت مادة لعدد لا يحصى من الكتب والأفلام والوثائقيات. ولعل شخصية الجني في قصة علاء الدين الشهيرة وما تبعها من أفلام تناولت هذه القصة خير دليل على مدى تجذر هذه المخلوقات في مخيلة الناس. فمن أين أتت وما حقيقتها وما الذي نعرفه، والأهم ما الذي نجهله؟ كل هذه الأسئلة سنحاول قدر الإمكان إيجاد أجوبتها، وأقول قدر الإمكان لأن هذا الموضوع بالذات جدلي يكتنفه الغموض بامتياز من كل نواحيه، وهو ما ستلحظونه في سياق الحلقة. دعونا نبدأ أولاً بالتعريف اللغوي لكلمة الجن. مصطلح الجن هو مصطلح اختص به العرب. كلمة الجن مشتقة من الفعل جن، أي اختفى واستتر عن الأعين. وواضح هنا أن إحدى خصائص الجن وهو كونه غير مرئي منبثقة من المعنى اللغوي للكلمة. موضوع الجن موضوع منتشر بقوة في العالم العربي على وجه الخصوص، والعديد العديد من المعلومات متداولة بين الكبار والصغار، بل وقد أثرت هذه المعلومات والمعتقدات على الموروثات الشعبية. فمثلا من المتعارف عليه عدم زيارة القبور في الليل لأنها مساكن أنواع من الجن، أيضا بيوت الخلاء والكهوف والمغاور والبيوت المهجورة وغيرها الكثير. كذلك سمعنا الكثير عن تواجد الجن في البيوت بين الناس، وهو ما يعرف بالمنازل المسكونة ذائعة الصيت. لا يقتصر الأمر على سكن الجن هذه الأماكن، فهم ينتشرون في أصقاع الأرض قاطبة، فهم ينتسبون إلى أوطان، بل وفي هذا العديد من الأحاديث النبوية الموثقة التي قسمت الجن من حيث أماكن وفودهم على الرسول الأكرم لتبلغهم الدعوة. فنجد ذكرا لجن الجزيرة وجن نجران وجن نينوى وجن صيبين، وهم سادات الجن بحسب المفسرين. وبالطبع العديد من الجن تم سجنهم على يد سيدنا سليمان عليه السلام بحسب الروايات والأساطير المتوارثة، بل أن الكثير من الكتب الحديثة
أشارت إلى ذلك. فمثلا الدكتور حسين مجدي صالح في دراسة أجراها بعنوان الاتصالات التجارية والبشرية والدينية على ساحلي البحر الأحمر، سواكن ودورها في رحلة الحج إلى بلاد الحجاز حتى العصر الحديث، يشير إلى أن جزيرة سواكن السودانية استخدمها النبي سليمان عليه السلام لسجن الجن العاصين والمتمردين. مدينة جازان السعودية هي الأخرى كانت سجناً للجن. وقد لفت انتباهي أسطورة متناقلة حول أصل تسمية هذه المدينة باسمها. الأسطورة تعود إلى عصور ما قبل الإسلام، تقول أن النبي سليمان عليه السلام سجن العاصين من الجن في هذه المدينة، وأمر عليهم أحد كبار الجن ويدعى زان، فكان كلما أقبل زان هذا يصيح السجناء جا زان، بمعنى أتى زان، ومن هنا اكتسبت المدينة اسمها، مع أن اللفظ الحالي لها هو جيزان، إلا أنها ذكرت في الكتب القديمة لليعقوبي والهمذاني وغيرهما باسم جازان. فهل تعتقدون أصدقائي أن السبب هو هذه الأسطورة؟ موقع آخر يعتبر من أشهر مواقع سكن الجن، وأعتقد أن العديد منكم سمع به، بل وتناولناه في حلقة سابقة. نعم أصدقائي، بئر برهوت الشهير. هذا البئر الذي اكتنفه الغموض منذ الأزمنة الغابرة اعتبر أشهر سجن للجن، واستمر الجدل حوله حتى بعد نزول الفريق العماني إليه، والذي ضجت به وسائل الإعلام المختلفة منذ فترة قريبة. هذا البئر الذي ذكرته الأحاديث النبوية الشريفة وذكرت الوادي المسمى باسمه برهوت دون تحديد موقعه الفعلي، ظل لقرون يعتقد بأنه ذاك البئر الذي استطاع فريق استكشاف الكهوف العماني النزول إليه في محافظة المهرة اليمنية، والذي يسمى خسف فوجيت. إلا أن هذا الاستكشاف زاد الأمر غموضاً وجدلاً، وسيكون لنا طرح آخر بشأنه بإذن الله. هذا فيما خص أماكن تواجد الجن، ولكن ماذا عن الجن بحد ذاته؟ ما هو؟ وهل هم من نفس النوع؟ ستعرفون الجواب في سياق الحلقة. أما عن طبيعة الجن فهم بإجماع علماء المسلمين مخلوقات غير مرئية خلقها الله تعالى من النار، وهي حالها كحال الإنسان، لديها عقل وإرادة وتستطيع الفصل بين الخطأ والصواب، لذلك ظهر منها الجن الصالح والطالح. والمتعارف عليه أن الجن له عالمه الخاص ومملكته الخاصة وملوكه وحكامه وخدم الملوك، فكما ذكرنا في حلقة شمس المعارف الشهيرة أن ملوك الجن تحكم أقطاب الأرض الأربعة والكواكب، ولديهم خدم بأسماء ومهام مختلفة فصلناها في الحلقة سابقة الذكر. لا يقتصر الأمر على تقسيم الجن إلى ملوك وخدم، بل تقسيمات الجن تتعدى ذلك بكثير. فالعديد منكم سمع عن الجن المسلم والجن الكافر والجن اليهودي والنصراني وغيرها من الديانات التي يتبعها معشر الجن، حالهم كحال معشر البشر. فالجن المسلم من اسمه يتبع الإسلام ويؤمن بكتاب الله ورسوله، والأمر موثق بآيات قرآنية عديدة ومثلها من الأحاديث النبوية الشهيرة. هذا الجن أي المسلم لا يؤذي الإنسان ولا يستحضره السحرة. أما باقي أنواع الجن من الديانات الأخرى فالواضح أنها من النوع المؤذي للإنسان، وبالطبع هذا ما هو متداول في مجتمعاتنا من معلومات. هذا من ناحية الديانة. أما من ناحية الصنف فرسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام أوضح الأمر وقسمهم إلى ثلاث في الحديث النبوي الشريف. الجن ثلاثة أصناف، لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. ولمن يتساءل منكم حول معنى يحلون ويضعنون، أي يقيمون ويرحلون، في مقالين منفصلين وردا في موقع جريدة المدينة الإخبارية وجريدة النهار ورد تقسيم آخر أيضا للجن بحسب نوعهم. الأول هم الضوئيون، وهؤلاء من المسلمين فقط، واسمعوا التالي. هذا النوع هم أحفاد جن النصيبين. هل تذكرت من هم؟ نعم، هم سادة الجن الذين استمعوا إلى رسول الله وهو يتلو القرآن ليسلموا بعدها ويصبحوا من صحابة الرسول الأكرم من الجن بحسب نصوص الآيات القرآنية والأحاديث الواردة بهذا الخصوص وبحسب تفسيرات علماء المسلمين. النوع الثاني هم القمريون، وأغلبهم من المسلمين ما عدا نسبة قليلة من الشياطين. الجن الناري، وهم الأكثر عددا وأول من خلق من الجن، وتحديدا
هم إبليس وأبناؤه من العفاريت والمردة. أعود وأذكر أن الكلام هنا للموقعين الإخباريين السابق ذكرهم. لنكمل، المائيون هم أيضا نوع آخر من أنواع الجن، والواضح من اسمهم أن الماء مقر سكنهم، وقد ذكرهم الله تعالى في سورة صاد: والشياطين كل بناء وغواص. هؤلاء بحسب المقالين منهم الأطباء والمقاتلين والعلماء، وهم يطيرون حالهم كحال باقي أنواع الجن، إنما باستخدام بخار الماء وخطوط ضوئية. الماء يقابله التراب، وللجن نصيب أيضا. فالترابيين أو الجن الأرضي نوع من الجن يتنقل في باطن الأرض بطرق غريبة عجيبة. والجن الهوائي هم الطيارون البارزون في عالم الجن، وكل نوع يختلف شكله عن الآخر ومميزاته بالطبع. فمنهم من يشبه الإنسان ويتمتع بالحكمة والقوة كالجن الضوئي والقمري، ومنهم من لديه عيون وأيادي وأقدام عديدة، بالإضافة إلى القرون والشعر الأشعث وغيرها. ويتصفون بالعناد والتكبر والعصيان كالجن الناري والأنواع الأخرى. بالطبع أنواع أخرى أيضا نسمع عنها كثيرا، وهذه المرة التقسيم بحسب المهنة إن أمكن التعبير بالمصطلح البشري. فبما أن الجن مملكة قائمة بحد ذاتها، إذن لابد أن كل من فيها يمتهن عملا ما. فمثلا العديد منكم سمع بالجن العاشق. هذا النوع يعتبره من يعتقد بصحة مس الجن بالإنسان من أخطر أنواع الجن، فهو يتمسك بصاحبه إن كان ذكرا أو أنثى بشكل غريب. ومن أبرز ما هو متداول حول أثر هذا النوع من الجن أنه، وعفوا على هذا الكلام، يقوم بممارسة العلاقة الحميمية مع الشخص الممسوس بشكل مستمر. فالبعض يقول أنه يتجسد فعليا ويواقع الشخص الممسوس، والبعض الآخر يقول أنه يأتيه في المنام بقصد الجنس. حقا مرعب، أليس كذلك؟ وأيضا من المتعارف عليه أن من عليه مس من الجن العاشق ينفر من الزواج إن كان عازبا، ومن شريكه إن كان متزوجا بشكل قطعي، بالإضافة إلى الأعراض المتعارف عليها بكل حالات المس، من الابتعاد عن الصلاة والدين إلى الاكتئاب والوحدة والعزلة والانفصال عن الواقع وما شاكل ذلك. نوع آخر من الجن معروف في عالمنا العربي يسمى بالتابعة أو بأم الصبيان. من اسم هذا النوع من الجن نعرف أنه يتبع الشخص المراد أينما ذهب، وبالطبع يتسبب له بالعديد من المشاكل النفسية والجسدية في أكثر الأحيان. الاعتقاد السائد حول هذه التابعة في مجتمعاتنا أنها تصيب النساء فقط دون الرجال، وهي السبب بإسقاط جنين المرأة الحامل أو تشويهه، وكذلك تعطيل الزواج وما شابه. من التابعة ننتقل إلى القرين، والذي تناولناه بشكل مفصل في حلقة خاصة به. المختصر أن القرين يعتبر بحسب الأعراف السائدة من الجن الشياطين، وله من الأضرار الكثير. بالطبع هناك العديد من الأنواع الأخرى للجن كخادم الحمام والجن الطارق وجن القبور وغيرها الكثير، إلا أن أشهرها وأكثرها تداولا في هذا الخصوص هو ما ذكرته حول الجن العاشق، التابعة والقرين. وكحال البشر الجن يتزاوجون ويتناسلون، بل وهم منقسمون إلى قبائل أيضا، وهذا موثق في الأحاديث النبوية وفي آية في سورة الأحقاف، والتي بيّنت بشكل واضح أن الجن أقوام، وفقا لقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. واجتهد العلماء في تفسير الآيات والأحاديث، وهنا أنصتوا جيدا، فقيل في قبائل الجن أنهم أكثر من 35 قبيلة، منها بني القماقم، بني النعمان، وبني قيعان وغيرها. أما القرطبي فقد أورد في تفسيره أن بني الشيصبان أكبر قبائل الجن عددا وأكثرهم قوة، وهم جنود إبليس. عند الحديث عن الجن في مجتمعاتنا لا يكون التركيز على أنواعهم أو أسمائهم أو ما شابه، إنما على ما يتسببون به وما يستخدمون فيه. بالطبع المس والتلبس تحتل الدرجة الأولى، وأعتقد أن جميعنا دون استثناء قد سمعنا عن حالات تلبس للجن، إضافة إلى الأصوات الغريبة التي تصدر عن الشخص الملبوس، ناهيك عن التصرفات العجيبة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد ادعاء البعض أن الشخص الممسوس يطير في الهواء وعيناه تدور بشكل دائم.
غريب. بالطبع أبطال هذه القصص والإدعاءات هم من يطلقون على أنفسهم المعالجين الروحانيين، والمقاطع المصورة المنتشرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لحالات ما يسمى بطرد الجن من جسد الشخص الملبوس خير دليل على مدى انتشار هذا الموضوع في مجتمعاتنا العربية. عدا عن آثار التلبس، يحتل موضوع آخر يتعلق بالجن وقدراته مكانة كبيرة في أفكار ومعتقدات المجتمعات العربية والإسلامية بالأخص. هذا الموضوع هو الرصد. الرصد بحد ذاته موضوع يحتاج إلى الكثير من البحث والتقصي والعرض، وبالطبع سيكون له حصة الأسد من المواضيع المقبلة التي سنلقي الضوء عليها. ولكن دعونا أصدقائي نقوم ببعض العصف الذهني لنستذكر موضوعا تناولناه هو الآخر في الحلقات السابقة ونربطه مع موضوع اليوم. حافظوا على تركيزكم. الرصد وفك الرصد واستخراج الكنوز عبر تسخير الجن باستخدام دماء تعتبر بمثابة الزئبق الأحمر للجن، هل حفزت هذه الكلمات ذاكرتكم؟ نعم أصدقائي، الحديث هنا حول الإنسان الزهري والويلات التي لاقاها هؤلاء المظلومين على يد المشعوذين نتيجة استخدامهم لفك الرصد عن الكنوز بعد تطويع الجن كما فصلنا في حلقة الإنسان الزهري السابقة. كل ما ذكرناه هو ما نعرفه أغلبنا إن لم يكن كلنا، مع بعض المعلومات التي قد يعتبرها بعضكم جديدة. ولكن هل خطر ببالكم أصدقائي إن كانت الحضارات الأخرى غير العرب والغابرة منها بالأخص على علاقة بالجن؟ هذه محطتنا التالية. قد يعتقد البعض أنه بما أن الجن مصطلح عربي وبحيث أن الجن مخلوقات معترف فيها بالإسلام، فعلى الأغلب أن هذا الموضوع هو وليد الحضارة الإسلامية، أو على الأقل من ثقافة الحضارة العربية بشكل عام حتى قبل الإسلام. إلا أن الواقع يشير إلى أن ذلك الأمر يعود إلى ما قبل ذلك بكثير، بل موضوع الجن يعود إلى عصور ما قبل الميلاد، وإن لم تكن كلمة الجن هي الكلمة التي أطلقت على المخلوقات الخارقة. لذلك دعونا نسافر في الزمن إلى الماضي البعيد ونصل في أول محطة إلى حضارات بلاد الرافدين. في هذه الحضارة العريقة والتي أنتجت أحد أبرز الملاحم التاريخية، ملحمة الخلق في الألفية الثانية قبل الميلاد، برز الجن بنوعيه الصالح والشرير. الجن الشرير يؤذي، والجن الصالح يحمي البشر والحجر من الشياطين الشريرة. والأكيد أن مصطلح الجن لم يذكر، بل اكتسبوا أسماء وكانوا وليدة الآلهة التي كانت تزخر بها حضارة بلاد الرافدين. دعوني أخبركم إحدى هذه القصص. بحسب ما ورد في ملحمة الخلق البابلية، فإن آلهة المحيط تيامات قد غضبت لموت أبزو إله المياه والبحيرات والبحار والأنهار والينابيع، وشريك تيامات في ولادة الآلهة الأخرى بحسب معتقدات الحضارة العريقة. وعلى إثر ذلك خلقت من جوفها 11 مخلوقا ليصارع الآلهة. هذه المخلوقات تعددت أشكالها وصفاتها ومقدراتها، أولهم مشماه يوشميغالا باسمو، وهم 3 ثعابين بقرون، أعقبهم موشخوشو التنين الثعبان، لاهمو المشعر أي المغطى بالشعر الكامل. أيضا الطقس له وحش، فخلق أوغالا وحش الطقس الضخم، ومعه أومو دابروتو وحش العواصف العنيفة. أما الوحوش التي أخذت شكل الحيوانات فكانت أوريديمو الأسد الغاضب، كيرتابولو الرجل العقرب، كولولو الرجل السمكة، وكوساريكو الرجل الثور. أعلم أسماء غريبة، ولكن هل استطعتم إيجاد رابط بين تنوع أشكال هذه الوحوش وما ذكرناه في أول قسم من حلقتنا حول تصنيفات الجن وتقسيماتها؟ تكمل الملحمة فتخبرنا أن هذه الوحوش كانت تجول الأرض منفذة انتقام خالقها، حتى تدخل ملك الآلهة مردوخ متغلبا على هذه الوحوش منهيا حياة تيامات التي قامت بخلقهم. من حضارة بلاد الرافدين نتجه إلى الحضارة التي حملت وما زالت تحمل في طياتها الغموض المطلق، حضارة المصريين القدماء المعروفين بالفراعنة. في الحضارة الفرعونية لا وجود لمصطلح الجن، إنما للشر إله عرف باسم أبوفيس، وكان بحسب الأساطير الفرعونية والكتابات الهيروغليفية التي وثقت تاريخ حضارة الغموض قائد جيوش الشياطين. العلاقة بين الحضارة المصرية القديمة والجن
انبثقت مما قيل حول تسخير الفراعنة للجن في بناء الأهرامات استناداً إلى الهندسة العجيبة والضخمة للأهرامات والتي لا يمكن لبشر بأدوات بدائية القيام بها. إلى أن الدكتور حازم الكريتي باحث أثري ومفتش آثار بمنطقة سقارة ينفي هذا الأمر تماماً، بل ويعتبره تشويهاً للحضارة المصرية القديمة. وبحسب الدكتور حازم فإن الآثار والأدلة من الحضارة المصرية القديمة أكدت قيام هذه الحضارة بكل أشكالها ورموزها على أكتاف المصريين القدماء، بالإضافة إلى شهادات من حضارات مجاورة ذكرت هذا الأمر أيضاً كما جاء على لسان هيرودوت وديودور الصقلي. ويضيف الدكتور حازم أنه أثناء إحدى عمليات التنقيب عثر الفريق على مقبرة العمال في الجيزة، وبعد دراسة الهياكل العظمية تبين وجود انحناء في الهيكل العظمي وبعض الكسور في الأرجل والأذرع، وهو ما وفر الدليل القاطع لنفي ادعاءات الجن بحسب الدكتور حازم. الأمر لم يقتصر على ربط الجن ببناء الأهرام وآثارات الحضارة المصرية، بل تعداها إلى الادعاء بأن الفراعنة استخدموا الجن لحماية آثارهم، والمقصود هنا لعنة الفراعنة الشهيرة. وفي هذا الصدد أيضا يؤكد الدكتور أحمد صالح أحمد مدير عام صندوق إنقاذ النوبة أن الموضوع غير صحيح ولا أساس له من الصحة، فالحضارة المصرية القديمة كانت حضارة تزخر بعلوم الطب والهندسة والفلك، مع أنه من المعروف استخدام المصريين القدماء للسحر الأسود والأبيض على حد سواء، وقد تناول موضوع سحر الفراعنة العديد من الكاتبين والعلماء. لم يقتصر الأمر على هذه الحضارات القديمة أو حتى على المنطقة العربية، بل الحضارة الغربية لها نصيب أيضا. ففي الثقافة الإسكتلندية القديمة برزت مخلوقات غريبة الشكل تختلف عن البشر والجن على حد سواء. بالطبع لم يعرفوا باسم الجن، بل لهم اسم محدد وهو ذا براوني، أي الجن السمر. أعتقد أنكم أصدقائي بعد أن أخبركم بماهية هذا الجن ستغيرون رأيكم قليلا حول المخلوقات المخيفة. هذا نوع من الجن ليس كباقي أنواع الجن من ذوي المظهر المخيف والغريب، بل وحتى وظيفته غريبة بعض الشيء عن ما هو متعارف عليه. في النهار يختفي البراوني داخل حفرة معزولة في أحد البيوت القديمة ليبدأ عمله في الليل، ولكن ليس لهدف مؤذي أو مخيف كما خمنتم، بل على العكس تماما. ينطلق البراوني في الليل ليقوم بأداء المهمات الشاقة الخاصة بالأسرة التي نذر نفسه لخدمتها. سيتساءل بعضكم ما المقابل؟ المفاجأة لا شيء بتاتا، بل أكثر من هذا، إذا ما صادف وأن رآه أحد أفراد الأسرة الموكل بخدمتها وهو يقوم بمهامه الشاقة وعرض عليه أي نوع من المكافآت وخصوصا الطعام أو حتى الشكر، فإن البراوني يختفي إلى الأبد. هذا ما اعتقده الإسكتلنديون القدماء. من الثقافة الإسكتلندية القديمة نصل إلى حضارتنا العربية والتي تفردت عن غيرها بمصطلح الجن. الثابت من كتب المؤرخين أن الجن عرف في فترة ما قبل الإسلام على مختلف الأصعدة من أساطير وقصص وحتى في مجال الشعر الجاهلي العريق. ابن هشام يخبرنا في السيرة النبوية أن العرب القدماء كانوا يعتقدون بالعلاقة الوثيقة بين الجن والكهنة العرافين، فكان الاعتقاد السائد أن شياطين الجن يصعدون قريبا من السماء فتسمع ما يدور فيها من أحاديث وتهبط إلى الأرض لتخبر السحرة والمشعوذين بما يدور في علم الغيب. وبعد مبعث رسولنا الأعظم حيل بين الشياطين وبين السماء وأخبارها، وبالطبع الكلام لابن هشام في كتابه. وللأديان النصيب الأكبر، فالكل يرى هذا العالم من منظور خاص ومختلف، ولكنهم يرونه، وحتى المسلمين. ورغم وضوح ما جاء في القرآن حول هذا الموضوع وبالأخص قصة تسخير الجن لسيدنا سليمان والقصة الشهيرة التي نعرفها، إلا أن الجدل بين العلماء والمسلمين منهم بالأخص في التفاصيل كبير جدا وعلى أكثر من صعيد، وهذه محطتنا التالية. إذا ما أتينا إلى الأديان نجد أن الجن عبارة عن الأرواح الشريرة التي تتلبس صاحبها أو تسكن المنزل لسبب أو لآخر، والأمر ذكرناه كثيرا في الديانات البوذية والهندوسية وغيرها التي تؤمن بفكرة المس الشيطاني وما شابه. في الديانات السماوية الثلاث الأمر مشابه، وحده الإسلامي تفرد عن غيره بأمر ستعرفونه في سياق الحلقة.
دعونا نبدأ باليهودية. الجن في اللغة العبرانية يحمل اسم أوب، أي الأجوف، وذلك لاعتقادهم بأن صوت الجن يخرج من جوفه. هذا التفسير جاء مشابها لنص في التوراة ذكر في سفر أشعياء. الدين اليهودي يعتقد بوجود الجن وتسخيره الإنسان له، والتوراة تنهى في أكثر من موضع عن مرافقة الجن ومخالطتهم والتعامل معهم. وأولئك الذين يتخذون من الجن أولياء ويتبعونهم مكروهين من الرب ويقتلون رجما بالحجارة في حال تلبس الجن لهم. إذن الجن في الديانة اليهودية مرادف للشيطان، وهو من المخلوقات الشريرة التي تحارب الرب وأتباعه. انتقل الأمر من اليهودية إلى المسيحية، إلا أنه في المسيحية لا وجود للجن إطلاقا، بل الأمر كله يتمحور حول الأرواح الشريرة والشياطين كما ذكرنا مفصلا في حلقة المس الشيطاني. إذن أيضا في المسيحية يمكن اعتبار ما يعتقدون بأنهم أرواح شريرة وشياطين مرادفا للجن في الإسلام، وأيضا هي مخلوقات شريرة فقط. في الإسلام يبرز الاختلاف عن اليهودية والمسيحية، فالجن منهم الصالح المسلم كما فصلنا سابقا، ومنهم الطالح الكافر كذلك. وفي الإسلام الموضوع أوسع وأشمل بكثير، فكما ذكرنا الجن أقوام وممالك وكيانات قائمة بحد ذاتها، والنصوص القرآنية ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة جزمت بشكل قاطع أن الجن مخلوقات من نار خلقها الله تعالى في دلالة صريحة على وجودهم. بل وجود سورة قرآنية كاملة باسمهم يحسم الجدل بشأن صحة وجودهم من عدمه. فمثلا في موضوع تلبس الجن للإنس ذكرت اختلافا في وجهات النظر فيه في أكثر من حلقة، والموضوع باختصار أن جمهورا من علماء المسلمين يرى أن تلبس الجن بالإنسان أمر موجود وواقع، والخلاص منه يحتاج إلى معالجين خاصين وطرق خاصة فصلناها في حلقة المس الشيطاني من رقية شرعية وخطوات وغيرها. فيما يرى جمهور آخر من العلماء وهم الغالبية أن لا سلطان للجن على الإنس، فالجن مخلوقات لها خصائصها وعالمها، والإنس لهم عالمهم الخاص أيضا. الخلاف لم يقتصر على موضوع التلبس، بل تعداه إلى موضوع الرؤية، أي رؤية الجن. الحديث النبوي كان واضحا أن الجن يأخذ أشكال حيوانات، ويمكن أن يراه البشر على هذه الهيئة دون أن يعرفوا ما إذا كان من الجن أم لا. بل الرسول الأكرم نهى عن قتل جنان البيوت، وهي الحيات الصغيرة، بإجماع أغلب علماء المسلمين. ولكن الخلاف يكمن في إمكانية رؤية الجن على هيئته الأصلية، فالآية الكريمة من سورة الأعراف تقول إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. إلا أنه في تفسير هذه الآية اختلف علماء المسلمين، ففي حين ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن الآية لم تنفي بالمطلق رؤية الإنس للجن، وقالوا بإمكانية أن يرى البشر الجن الصالح والطالح على حد سواء، إلا أن الأغلب من العلماء نفى هذا الأمر لاعتباره أن عالم الجن من علم الغيب، ولا يمكن لأحد رؤية الجن بشكله الأساسي. وأشد المعارضين لهذا الأمر الإمام الشافعي، الذي له قول مأثور في هذا الأمر: من زعم أنه يرى الجن رددنا شهادته إلا أن يكون نبيا. نقطة أخرى أثارت خلافا بين علماء المسلمين تمحورت حول إمكانية الزواج بين الجن والإنس، وكما في النقاط السابقة بعض علماء المسلمين يرون بإمكانية هذا الزواج استنادا إلى الآية الكريمة من سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، والآية في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. ورأوا في ذلك دلالة واضحة على تزاوج الجن والإنس ومعاشرة واستمتاع بعضهم ببعض. أما الفريق الثاني ينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا، وأعطى تفسيرا مغايرا لهذه الآيات ليثبت وجهة نظره. بل أكثر من هذا، فقد ذهب الرافضين لهذه الفكرة إلى حد تحريمه، أي زواج الجن والإنس في حال صحة حدوثه، استنادا إلى الآية من سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، والآية من سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وبحسب هذه الفئة من العلماء فإن المقصود من أنفسكم أي من جنسكم، ليحدث السكون والطمأنينة، فلا يمكن الإحساس بالطمأنينة بجانب عفريت أو شيطان.
ويضيفون لإبراز وجهة نظرهم فكرة أن الأصل في صحة الزواج الإشهار والإعلان، فكيف يعلن عن مخلوق غيبي؟ ومن أين يأتون بالشهود؟ من أي عالم؟ الجن أم الإنس؟ ما رأيكم أنتم أصدقائي؟ أي الآراء في اعتقادكم تطابق العقل والمنطق؟ ولكن ورغم كل النفي والإنكار الذي ظهر في وجه حالات التلبس وما شبهها من رؤية ومواقعة وزواج، إلا أن الفكرة متجذرة في مجتمعاتنا، فتارة نسمع بشخص تلبسه الجن ودفعه إلى الانتحار، وتارة أخرى فتاة تزوجها ملك من ملوك الجن فأصبحت إنسانة غير طبيعية، إلى أناس دخلوا في غيبوبة بسبب ظروف مجهولة، وعندما استيقظوا أخبرون بذهابهم إلى عالم الجن بسبب أذية أحد أفرادهم وحبسهم في ذلك العالم ورؤية كل تفاصيلهم وخضوعهم لمحاكم في عالم الجن وبراءتهم أو شفاء من آذوا من أفراد الجن كانت المفتاح لفك أسرهم واستيقاظهم. ولكن تبقى هذه الأحداث بلا دليل يثبت إمكانية حدوثها من عدمه، وإذا لم ينجح الدين في حسم الخلاف والجدل الذي ما زال قائما إلى يومنا هذا، ماذا عن رأي العلم؟ هل لهذا العالم أي نظريات تثبت وجوده من عدمه؟ لنرى. إذا ما وصلنا إلى رأي العلم من أطباء وباحثين نفسيين وغيرهم في موضوع الجن، فسينقسم العلماء إلى قسمين. قسم منهم المسلمين بالأخص يعتقدون بوجود الجن استناداً إلى ذكره الصريح في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إلا أنهم ينفون قطعاً أن يكون الجن هو المسؤول عن حالات الصرع وانفصام الشخصية وغيرها من الأمراض النفسية التي عادة ما يتم ربطها بالمس الشيطاني أو تلبس الجن، وهم بذلك يستندون إلى الرأي الديني الرافض لمبدأ تلبس الجن للإنسان، بالإضافة طبعاً إلى الفحوصات والتجارب المخبرية والاجتماعية التي استطاعت فك بعض من ألغاز العقل البشري التي من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض بعيداً عن تلبس الجن أو المس الشيطاني. القسم الآخر وتحديداً علماء العالم الغربي من غير المسلمين ينفون وجود الجن بالمطلق ويعتبرونه من نفس خانة المخلوقات الأسطورية والأشباح وما شابه. ومن المعروف أن العلم ينفي كل ما له علاقة بأي أمر خارق للطبيعة ويقع تحت خانة الماورائيات، بل بعض العلماء قاموا بإسناد ما يحدث مع الأشخاص من اعتقاد بأن الجن هو المسؤول عن حالتهم الصحية والنفسية إلى تأثير الموروثات الشعبية المغروسة من جيل إلى آخر. وهذا ما ورد في دراسة أجراها باحثون هولنديون في جامعة جيرونينغن الهولندية. فبحسب البروفيسور جان بلوم المختص بعلم النفس، فإن الأشخاص في العصر الحديث تختلط عليهم الأمور ما بين الرموز والمعتقدات التي تربوا عليها وبين وصف الأعراض التي تصيبهم. وتشير الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من المرضى الذين تم تشخيصهم بانفصام الشخصية والصرع وغيرها من اضطرابات الشخصية وبالأخص المسلمين منهم قالوا بأن الجن هو المسؤول عن الحالة التي هم فيها، وهذا الأمر راسخ في عقولهم بشكل كبير. إذن وبالرغم من كل هذا، فإن موضوع الجن وتأثيراته حاله كحال المواضيع الأخرى التي ناقشناها من المس الشيطاني والقرين وغيرها أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل في الأوساط العلمية، وما زالت المحاولات الحثيثة لكشف المستور في هذه الظواهر الشغلة الشاغلة لشريحة كبيرة من المجتمع العلمي لإثبات وجهة نظرهم من جهة، ولكشف المزيد حول خبايا العقل البشري من جهة أخرى، والأهم لكشف الحقيقة المجهولة حتى يومنا هذا. عالم الجن أين هو؟ إذن أصدقائي، هذا كان بعض ما استطعنا الوصول إليه حول موضوع عالم الجن، العالم الخفي الغامض الذي كلما تعمقنا فيه كلما زاد غموضه، وبرزت الأسئلة التي يسعى خلف أجوبتها مختلف أطياف البشر. المحسوم لدينا كمسلمين أن الجن موجود وهم من مخلوقات الله، ولكن الأسئلة كثيرة. أين هم؟ هل هم حولنا؟ أم أن ممالكهم في أبعاد أخرى لم ندركها بعد؟ وماذا عن أصنافهم وأنواعهم وقبائلهم، وبالأخص التي لم ترد في النصوص الدينية؟ هل هي فعلا حقيقة؟ أم أنها من الموروثات الشعبية التي تجذرت في عقولنا منذ الصغر؟ وما حقيقة تلبس الجن بالبشر؟
مع أي الآراء تتفقون؟ هل تعتقدون أن الجن فعلاً يمكن رؤيتهم؟ وهل يعقل أن الزواج قد يقع حقاً بين الجن والإنس؟ والأهم، ماذا عن رأي العلم؟ هل أقنعكم الإنكار التام لوجود هذا العالم وهذه المخلوقات وهم نفسهم من يسعون ليلاً نهاراً لإيجاد بعد لم نعرفه بعد، ربما يثبت وجهة نظرهم بوجود عوالم متعددة؟ وهل يمكن أن عالم الجن ومخلوقاته هو إحدى تلك العوالم؟ لا أحد يعلم.